تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. قبل ما نبتدي معاكم حلقتنا اليوم، اسمحوا لي بس يعني أحيي طاقم البرنامج. كان معنا في إعداد هذه الحلقة الزميل حسني البلاونة، في التنسيق ميرا الغفلي، صبحت الله بالخير ميرا، وأيضا في الإخراج وائل قواسمة. صباح الخير وائل، ليش تضحك؟ مبسوط؟ برشلونة فايزين البارحة، ماخذين البطولة، فبنتي مبسوط، ليش تضحك؟ صباحك الله بالخير دكتورة، شو أخبارك؟ صباح الورد، صباح الأحد اللي يحبه كل أحد، والحمد لله على السلامة محمود. يوم شفتك تخاطف داخل الاستوديو عرفت أنه ما أكل كل أسد. أنا كنت أسبوع لطاف أقول للمستمعين إذا ما سمعتوا صوت محمود الأحد يعني أكيد أكل الأسد، بس الأسد شكله غير رأيه، قال خليه يروح أحسن. الأسد يدور حلوين يأكلهم. نصبح عليكم الخير، فلا تروح هناك وائل. اي وائل ممكن ياكل الاسد. اذكركم ارقام التواصل 600-55-1414 ورسائل النصيه على 4006، وموجودين لايف على نور دبي على الانستغرام. طيب يعني احداث كثيره مرت خلال الفتره الماضيه، لكن ما نتطرق لها ان شاء الله من خلال برنامجنا، لكن في البدايه خلونا نقرا الدراسه اللي بين يدينا اليوم. تقول توصلت دراسة حديثة إلى أن الأبناء المولودون لأب وأم تصل بينهما درجة قرابة يزداد لديهم خطر الإصابة باضطرابات المزاج مثل الاكتئاب القلق، هذا عندما يكبرون. بحسب الباحثين فإن الخطر يزداد كلما كانت درجة القرابة أقوى، فبالنسبة لأبناء العمومة أو عيال الخالة المباشرين يزداد الخطر بمعدل 3 أضعاف، كما أن الخطر يزداد أيضا ولكن بنسبة أقل عند الارتباط بأقارب الأقارب. تقول المعدة الرئيسية للدراسة آيدن ماغوير الأستاذة بكلية الصحة العامة بجامعة كوين بإيرلندا الشمالية إن درجة الارتباط واضحة للغاية في حدوث الخطر، وكان الباحثون قد خلصوا إلى تلك النتائج بعد تحليل السجلات الطبية لأكثر من 364,000 حالة ولادة في إيرلندا الشمالية في الفترة ما بين 71 إلى 86. لعل ما يزيد من أهمية هذه النتائج أن آباء حوالي 10% من الأطفال المولودين حول العالم يتمتعون بصلة قرابة بينهم، خاصة في آسيا وشرق أفريقيا، في حين تنخفض النسبة بشكل كبير في القارة الأوروبية. جرى نشر نتائج هذه الدراسة في 4 أبريل الحالي في مجلة الطب النفسي التي تصدرها الجمعية الأمريكية للطب. أنا قلت كيف سووا في إيرلندا الأجانب ما يتزوجوا من بعض؟ طلع لا، يعني نسبة قليلة في أوروبا. أوكي الحين فهمت. بس يتزوجون بعدهم من بعض؟ لا عندهم ممنوع، يعني ممنوع تأخذ بنت عمها أو بنت عمها أو ولد عمها، ممنوع. يمكن العرب الأصولهم أوروبية أتوقع، هم عندهم ممنوع حسب ديانتهم. المهم شوف، حسب ديانتهم هي ولا حسب القانون؟ ما أعرف، ولا مو متأكد. الدين أو القانون عندهم هم ممنوع، يعني ما يأخذوا بنت خالتها أو ولد خالتها، ممنوع عندهم، ما يسوون، ما يخلون. الدين ما ظني لها علاقة في الموضوع، ترى هم حورينا. على كيفك هم. زين زين، يمكن عادات أو لا، القانون عندهم القانون عندهم يمنع الزواج الأقارب. فهاي الدراسة
يمكن الناس واجد تعرف عن التبعات اللي تنتج عن زواج الأقارب. يعني في ناس مثلا تعرف الأمراض الوراثية، السكري، الثعلبة، زيادة القابلية للإصابة ببعض الأمراض. يعني الوراثة مو بس مرتبطة بالإصابة بأمراض معينة، حتى تزيد خطر تعرضي للإصابة بأمراض معينة. وحين حتى الأمراض النفسية، تعرف هاي الدراسة من الأمراض النفسية أنا سمعت عنها واحدة من زمان، من سنوات كانت طالعة بس ما كانت مؤكدة، بس الحين ردوا وسووا دراسة مرة أخرى اكتشفوا فعلا أن زواج الأقارب يزيد خطر الإصابة بالأمراض النفسية مثل الاكتئاب. أصلا الاكتئاب صار مرض العصر، تتزوج أقارب أو غير أقارب صار مرض العصر، كل الناس تحسها مكتئب الحين، تحس صار شيء عادي اكتئاب. لا والله مو بعادي، الموضوع يرجع للشخص دكتورة. يعني وايد يعني شوف الاكتئاب أكيد فيه لها أسباب ولها أمور معينة، ولكن هي المسألة مسألة خيار شخصي. يعني الواحد بالضبط. كيف يقدر يخلي حياته حلوة وكيف يقدر يخليها مثل وائل زعتر. شو يسوي وائل زعتر؟ وائل انت زواج أقارب، أمك أبوك عيال خالة عيال عمة، كلمني. انزين لأن الدكتورة شوفي مهما كان انت عندك خيارات في الحياة. بالضبط. انزين فانت تختارين تشربين قهوة ولا تشربين شاي؟ أكيد صح. إنزين أنت تختارين تكونين سعيدة ولا تكونين حزينة؟ بالضبط. أنا أختار هل أخلي الأمور اليومية تستوي لي تأثر فيني وتوديني الاكتئاب، ولا لا أتفاعل معاها وأحلها وأكمل حياتي. هذا بعض من الخيارات. صح يا وائل؟ يعني أنت تختارين تشجعين برشلونة ولا تشجعين؟ لا طمن غيرت. شو تشجعين الحين؟ شجع اللي يفوز. اللي يفوز. أي حد يفوز بكون أنا مشجعين. شوفي هذا واحد من الخيارات اللي يعني ممكن تكونين سعيدة. هي بس اللي يفوز، اللي يخسر ما بعرفه، لأن ما شجعت الفريق الثاني قام يخسر. عموما نرجع إلى 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 القضية الرئيسية بالنسبة لنا دكتورة، أن الاكتئاب أو القلق إنزين أو حتى الأمراض اللي تختص باضطرابات المزاج. نعم. كيف أنا أقدر أعرف إذا أنا عندي؟ لا أقي نفسي. تقي نفسك؟ هو شو محمود، سؤال وايد مهم. بالعادة الشخص ترى يلاحظ على نفسه تغير في صفاته ويلاقي ملاحظات من الناس. في أحد يقول له مثلا أنت استوى تفكيرك شوي مختلف، استويت انطوائي أكثر، استويت موسوس أكثر. في بعض الناس تقول لا هذا شيء طبيعي، تغير جو، تغير دوام، ضغوط دوام. بس إحنا لازم ننتبه للملاحظات اللي تينا من الناس اللي حوالينا. بالعادة تلاقي من زملائك في العمل اللي دائما يتعاملون معك كل يوم يقولك محمود أحسك أنت متغير، كأنك كلامك قل، حسوا نومك صار مختلف، تي الدوام مو بنايم. فكل هالملاحظات تخلي الإنسان مثل ما يقول يدق عنده ناقوس الخطر. طيب أنا يعني عندي نصيحة يعني أو نصيحتين. أول شيء قراءة القرآن. أيه صح. كثرة الاستغفار. بالضبط أكيد الدين طبعا زين. يعني هو السبيل الأول. إنزين وتشجعين العين. شجع الفريق. الفريق لا ما فيني يخسر. واحد كاتب يعني شجع العين. شجع العين. وحليلة دائما يفوز، أخاف أشجع يقوم يخسر. تقولون دكتور ندى قامت تشجع نحسة الفريق، خلوني تشيل يوم يفوز بشجعه. زين ألف مبروك بعد كذلك للأمة العناوية. اليوم ما شاء الله برنامجنا رياضي، استوى ما استوى تنويع عشان ناس ما يبدأ الرياضة نوع من الصحة بعد بالضبط. كذلك بالضبط هي سبيل الصحة طبعا أكيد طبعا. طيب في حال إذا حد حس إنه عنده إنه في ملاحظات له أو حس عنده عوارض شو مفروض يسوي؟ أول شيء يتجه لطبيب الأسرة، مو بأول شيء عن طبيب النفسي، لا أول شيء عن طبيب الأسرة. تقول الأعراض اللي أنت عندك، الملاحظات اللي أنت تيك، الطبيب يحدد. أحيانا يكون في بداية المرض النفسي، وترى المرض النفسي يا جماعة مو عيب، مو عيب، مو حرام، مو معناه أنت مينون، مو معناه أي شيء ثاني، عادي. المرض النفسي نفس المرض العضوي، حال من حال المرض العضوي. كلنا عندنا يعني بعض الحالات النفسية اللي المفروض أن الواحد يعالجها، والمعالجة مو بس أني أنا أروح عند طبيب نفسي يعالجني، لا أنا ممكن أعالج نفسي بنفسي. بالضبط أعالج نفسي بنفسي. ممكن تكون عندي حالات غضب، ممكن تكون عندي حالات فعلا محمود في أشياء أنا أتحكم فيها، مثلا الوسواس زايد عن اللزوم ممكن أتحكم فيه، الغضب، نوبات الغضب اللي مرم للناس فجأة تلاقيه نرفز وايد، ممكن نتحكم في الأشياء. بس استشيروا الطبيب وتشوفوا شو ينصحكم فيه. أحيانا الكلام فقط، يعني أنت وطبيبك لو تكلمتوا مع بعض تلاقي بالعادة 40-60% من المشكلة النفسية اللي أنت عندك ترى تنحل. وإحنا نسوي هذا في عيادات طب الأسرة، في مرضى يونا فقط لمشاكل نفسية نقدر نحلين 60%. في حالات لا تحتاج تدخل علاجي، أدوية، جلسات علاجية معينة، هاي تتحول للطب النفسي، بس معظمها عادي ينحل في أروقة عيادات طب الأسرة. حلوة هاي أروقة. أروقة
إنزين. نرجع بس نذكركم بأرقام التواصل 6005514144 والرسائل نصية على 4006. ونطلع فاصل إن شاء الله. بعد الفاصل بناخذكم بعد كذلك في مواضيعنا الشيقة. بيكون معانا إن شاء الله بعد الفاصل دكتور عصام الظهير، أخصائي أو استشاري أمراض الدم بمركز دبي للثلاسيميا. بنتكلم عن بعض إنجازات مركز دبي للثلاسيميا، وأيضا بعد ما نطرح عليها هذه الدراسة دكتورة إن شاء الله، لأن زواج الأقارب له علاقة بالثلاسيميا. صحيح. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. سعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي عبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. أرقام التواصل معنا على 6005514144 ورسائل النصية على 4006 وموجودين لايف على نور دبي على الإنستغرام. طيب أبو عبد الرحمن، يعني ارجع اتصل فينا، لأن الرقم اللي عطيته ميرة يعني في رقم غلط، فإذا تسمعنا على أساس أن بتكون معنا أو طرشنا مسج عشان نعرف الرقم بعد ممكن على 4006. إنزين دكتورة، يعني نحن عندنا في مركز الثلاسيميا تمكن في الفترة الماضية من تحقيق إنجازات متعددة ساهمت في شكل كبير في رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمرضى من مختلف الفئات العمرية. نحن سعيدين جدا أن معانا في الاستوديو الدكتور عصام ظهير، استشاري أمراض الدم بمركز الثلاسيميا. صباحك الله بالخير دكتور. صباح الخير وحياكم الله، وإحنا سعداء بهذا اللقاء معاكم إن شاء الله. الله يوفقكم إن شاء الله دائما. دكتور، سمعت دراستنا في بداية البرنامج اللي كانت تحذر من زواج الأقارب إنه يؤدي للاكتئاب والقلق عند الأطفال. زواج الأقارب، أقول لك بس على سبيل المثال، إحنا عندنا مشكلة في زواج الأقارب في دولة الإمارات كدراسات إحنا عملناها. إحنا عدد المرضى في دبي في مركز الثلاسيميا 50% من المرضى نتاج زواج أقارب. 50% فالخمسين في المية هي ببساطة الاحتمال، إذا أنا حامل الصفة وما عندي أي أعراض وما عندي أي مشاكل وجيت أتزوج بنت عمي، المفروض أن الصفة هذه باخدها يا من عم من والدي يا من والدتي، فأنت الصفة موجودة في العائلة كلها. صحيح. فالاحتمال صحيح. بيزيد أكتر. فبالمنطق بالعقل يا جماعة، إحنا لا نمنع زواج الأقارب، لكن لازم يكون حريص جدا قبل الزواج في الأقارب. بالضبط صحيح. وإذا في أمراض طبعا من قبل، إذا في أمراض جينية نسوي فحوصات عشان نكتشف. عندك أمراض كتير غير الأمراض الدم الوراثية، في عندنا أمراض اللي هي الطرش، فقدان السمع. صحيح. الوراثي. بالضبط. إحنا في عائلات كاملة عندهم 4 و5 و6 في العيلة، الأب والأم والأطفال كلهم، وما زلنا لحد اليوم مش قادرين نسيطر على هذا الموضوع. بالضبط. طيب دكتور، يعني الفترة الماضية كانت لكم إنجازات متعددة، ما نتعرف على هذه الإنجازات، يلي تأخذنا في لمحة سريعة عن هذا الموضوع. أول شيء، مركز الثلاسيميا في دبي هو يعتبر أول مركز تم إنشاؤه في منطقة الشرق الأوسط كلها، مش في دولة الإمارات أو في الدول العربية، في منطقة الشرق الأوسط بالكامل. كان في 1900 تم افتتاحه رسميا في 1989. في ذلك الوقت لما كنا نتكلم عن افتتاح مركز الثلاسيميا، دائما المغرضين أو الضد التوجهات هذه كانوا يقول لك هذا فقر الدم البحر الأبيض المتوسط. احنا دول الخليج العربي ايش دخلنا في هذا الموضوع؟ لما رجعنا بالاحصائيات ورجعنا بالتحليل وعملنا دراسات في 88 في هذيك الفتره، لقينا انه نسبه حاملي صفه المرض في دول الخليج، في دوله الامارات بين المواطنين لقيناها 8.5%. 8.5% هذا رقم مرعب. لانه في دول يعني في اوروبا لما بتقول عندهم 3.5% حاملين صفه المرض بيعلنوا حاله الطوارئ. بطبع. احنا 8.5%. اجت الدراسه الثانيه رحنا قلنا نعملها، طب نشوف الوافدين، لانه عدد الوافدين كبير. فعملنا على الوافدين، تفاجئنا انه برضه 8.5% بالوافدين.
نعم. لأنه نوعية الوافدين اللي بتيجي على الدولة كمان هي من مناطق فيها الشرق الأوسط بعد أيضا تقع في حزام الزلازل بالضبط. زي آسيا اللي هم من الهند باكستان في إيران في أفغانستان في كل المناطق هذه وبالبحر المتوسط اللي هي الدول العربية اللي هناك بالضبط. إذن لما نتكلم احنا على مركز التلاسيم في دبي لما تم انشاءه في 1989 كان في عندنا كل اللي موجودين هم حوالي 73 مريض. نعم. وتفاجأنا في خلال اول سنة كان حتى المركز احنا بنينه على اساس خمسة سرة. في قبل نهاية العام كان عندنا 175 مريض واضطرينا نرفع القدرة الاستيعابية بتاعت المركز من خمسة سرة لتسعة سرة. نعم. هذا كان لسه من خلال وجوده في مستشفى الوصل في ذلك الوقت اللي هي مستشفى لطيفة اليوم كانت تسعة أسرة. وصلنا بعد أكثر من ست شهور أنه لقينا عنا المرضى عددهم يتزايد جدا لأنك تستقطب هذا العالم صح. في خدمات تقدم. فهذا طلع قرار من القيادة الرشيدة في دولة الإمارات وحكومة دبي تحديدا أنه لا لازم يكون لهم مبنى متكامل وبني مركز الثلاسيميا بجزئيه اللي هو خدمة المرضى الدور الأرضي والدور اللي فوق اللي هو المختبرات الخاصة بهذا الموضوع وقدرنا نطور نوعية العلاج لهذا المرض. جميل دكتور أنا سامحني بقاطعك باخذ أم أحمد معانا مداخلة تبغي تتداخل معاك بالتحديد. تفضلي أم أحمد صبحت الله بالخير. صبحت الله بالنور والسرور. أصبح على دكتوركم الكريم الدكتور القديم الدكتور عرفت الصوت قديم جدا والله يا أم أحمد دكتورة عرفتني أم أحمد الصابري الله يرحمه طبعا رحمة الله عليها الله يرحمه تذكروا طبعا أنا هذول عشت عمر يا أم أحمد أنا أعاشركم من زمان دكتور. نعم أنتوا استضافتوا كذا مرة تضيفونا ودكتور معنى الكلمة كانوا ويانا. أنا كنت من النوع اللي كنت أعالج ولدي عنده نعم. وبالفعل والله كانوا ويانا يعني كلامه يريحنا كان رغم أن أنا ولدي مواليد 82 نعم. ويمكن الحالة كانت جديدة على دولة الإمارات أو مو بجديدة كانوا في مرضى من هالنوع لكن والله مع دكتور عصام ومع وحدة اسمها خالدة يعني ما الأخصائية الاجتماعية كانت نعم. أم أحمد خبريني عن تجربتك بالنسبة لوجود يعني الطفل. خلا أنت زواج أقارب ولا مش أقارب يا أم أحمد؟ نعم كنا أقارب أنا متزوج ولد خالتي كنت نعم. وكان أول طفل لنا والحمد لله رب العالمين الله عطى وخذ رحمة الله عليه. ولكن كانت الصراحة هذيك الأيام تعب نعم يعني تركب البامب والأبر والدسبرال والدواء اللي تاخذه يعني ما كان شرات الحين كانوا الأمور الحمد لله وايد العلم تطور والأمور سهلت لكن هذيك الأيام ما كنا بالفعل تعبانين لكن يا ليته يعني تم بعد أنا بالنسبة لي ما بتعب يا ليته تم الحمد لله رب. بس بغيت أسلم على دكتور عصام. أنا سعيد سمع صوتك يا محمد. دكتور 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 الله يسعدك شكرا لك يا محمد ما تقصرين يا أحمد نهارك سعيد. طيب دكتور ما بين الماضي واليوم والمستقبل خلنا يعني نكمل مشوار الإنجازات بدي أعمل لك مقارنة تفضل. قبل 1989 قبل ما يكون عندك كلمة مركز ثلاسيميا موجود في دبي كان مريض الثلاسيميا بيجي بمر مرور على الحوادث نعم. بقيسيله الدم بتلاقي الدم نازل بدخله من الحوادث بيستنى يدور له على دم إذا لقيت له الدم ممكن يقعد يوم أو يومين ولقيت له الدم في ذلك الوقت بعدين صار حادث في شوارع دبي بقول لك الحادث أهم فياخذوا الدم للحادث برا دبي اليوم أنت المريض بيدخل المركز اليوم بياخذ دم بيطلع من المركز عنده موعد بعد ثلاث أسابيع في يوم كذا الساعة كذا بيجي بياخذ الدم دمه بكون جاهز. مركز التبرع بالدم قائم بدور غير عادي جبار معنا في هذا صحيح الموضوع صحيح. إنجازاتهم غير عادية. معدل الأعمار دكتور يعني أو نسبة الحياة يعني الأعمار بيد رب العالمين لكن نسبة الحياة كانت قبل والحين كم احنا اليوم لسه ما مركز لسه صغير نعتبر احنا 30 سنة ولا 28 سنة احنا لسه ما مركز شاب صغير جدا لكن نسبة الوفيات انخفضت بطريقة غير عادية يعني ما عنديش وفيات في من مرضى الثلاسيميا في مركز الثلاسيميا من فترة من سنوات
اليوم انت بتتكلم عن مريض الثلاسيميا قاعد بعيش سنوات لا محدودة بفضل الله والعمار بيد الله زي ما انت بتقول. زي ما انا قلت المثل اللي بحاول اقوله انه والله عندي دكاترة بتموت لكن المرضى مش هضيهم يموتوا يعني. فلكن المرضى في دبي المرضى في دبي ما عندهم اي مشاكل في حكاية الاعمار لسببين، انه انا بعطيهم دقل دم مستمر فما عندي اي تغير في شكلهم. لا يمكن تكتشف انه هذا مريض ثلاسيميا من دبي، لكن وانت ماشي في الشارع في اي مكان حتشوف اي واحد بس تقول هذا عنده ثلاسيميا الا مرضى دبي. النقطة الثانية الأدوية اللي بتوفرها حكومة دبي من لأن شكلهم ملامح وجههم تبين دكتور. أيوة اللي أيوة. عندي أنا ثلاسيميك فيتشرز اللي هي الخربطة في العظام الوجه صح. لأنه هي المصنع بتاع الكريات الدم الحمراء صح. نعم. والشيء الثاني أنه أنا بوفر لهم يعني الحكومة موفر لنا الأدوية مجانا لكل المرضى فأنت عندك مستوى راقي جدا جدا من المرضى. لعلمك عندنا مرضى ثلاسيميا احنا في عنا مسكين وظائف كبرى في هذا في عندنا في المحاكم في عندنا في هيئات كبيره حكوميه ومميزين بعد في العمل وناجحين جدا صحيح. جدا جدا وفي عندي معظمهم زوجين ومخلفين وعندهم 3 عيال و4 عيال وما عندهم اي مشكله في حياتهم. واليوم انت بتتكلم عن مريض الثلاسيميا في دبي، مريض الثلاسيميا في دبي اذا كان انت بتتكلم عن دوله الامارات اسعد شعب فانت نعم. بتتكلم على اسعد مريض ثلاسيميا في العالم هو مريض الثلاسيميا اللي في دبي. ممتاز. دكتور نتكلم عن انجازات اللي حققها مركز دبي للثلاسيميا. بالتحديد دكتور يعني نبغي نعرف الان انتم تتكلمون عن مرضى الثلاسيميا ولكن الوقايه خير من العلاج. إذا ما نتكلم عن هذا المنطق شو الجهود اللي قاعدة تبذل لي يعني ما أعرف كم نسبة احتمالات الثلاسيميا عندنا أو الإصابات اللي قاعدة شوف إحنا مركز الثلاسيميا استراتيجيته من جزء من استراتيجية هيئة الصحة في دبي صح. استراتيجية هيئة الصحة في دبي اللي هي التوعية والوقاية أكثر من أي وقت مضى. اليوم استراتيجية المركز إنه أنا بعالج المرضى لكن بنفس الهدف نفس القوة بنفس المتوازي إنه أنا بشتغل على إنه توعية المجتمع لذلك إذا أنت بتلاحظ إنه أنا مرضى دبي كإمارة في دبي عندي انخفضت للصفر نعم. لكن اليوم تتكلم على برا دبي لسه في عندي أعداد موجودة يعني نحن في دبي صفر إصابة بالثلاسيميا أيوة ما شاء الله تعالى هذا إنجاز كبير ممتاز هذا شيء إنجاز عظيم جدا لكن بعد ما طلعنا من دبي رحنا على الإمارات الأخرى لسه ما سيطرنا عليها تماما لكن الاستراتيجية كمان كانت بتقول لي أنا عندي مثلا من عمان فأنا استراتيجيتي كمان إنه أوصل توعيتي أنا كدبي لكل دول الخليج لكل دول الخليج عشان أقلل الضغط علي موجود هون وعشان أساعد الدول الأخرى هذه طيب يقولون في علاج الآن دكتور للثلاسيميا في زراعة نخاع وكذا هل هذا الكلام سليم ولا؟ في عندي جزئين في هذا الموضوع تفضل. دولة الإمارات عند هذه دولة عجيبة غريبة ولادة عندها دائما القيادة في الأفكار يعني دولة مبتكرة ودائما تبدأ في كل شيء دائما تبدأ هذه النقطة الأساسية نعم. يعني زي ما قلنا احنا علاج الثلاسيميا بدأ من دولة الإمارات اليوم احنا متكلم على انه مرضى الثلاسيميا غير عاديين اللي عندنا في دبي في دولة الإمارات نعم. الابتكار في انه علاج مريض الثلاسيميا انا اليوم انا مركز الثلاسيميا لا يعالج انما هو يتعامل مع مريض الثلاسيميا للمحافظة على حياته والمحافظة على نموه والمحافظة على هذا لحد ما أوجد حل. الحل هو علاج زراعة النخاع والخلايا الجذعية. أي مواطن شوف هذا الكلام من على الهواء أي مواطن في دولة الإمارات من أي مكان في دولة الإمارات مجرد ما يأخذ تقرير إنه هو عنده متبرع مطابق في نفس اللحظة الدولة تتكفل فيه في أفضل مراكز الزراعة في العالم من أمريكا لكوريا ل يعني عملية الزراعة تم خارج الدولة ليس لدينا مركز زراعة نخاع حتى هذه اللحظة لكن إن شاء الله قريبا جدا هيكون عندنا مركز لكن حتى اللحظة بتقوم فيها خارج الدولة. الآن أنت حليت مشكلة المواطن أو أهل البلاد إنه انحلت قضيتهم الحكومة قائمة بالواجب الكامل نعم الوافدين
في مؤسسة سلطان الشيخ سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان الإنسانية والعلمية متبنية أي وافد في الدولة لا يستطيع القيام بعمل زراعة النخاع هي بتتكفل بأنه تعالجه. احنا معالجين لحد الآن حوالي 32 مريض. هذا بلد الخير، هذا بلد الخير. لن تصدقي أنه احنا في أنه هذا البلد الناس تتسابق وبتتخانق عشان تتبرع بالفلوس لعلاج هذول المرضى. ما شاء الله، طبعا بلد الخير وها متعودين عليه. مش ممكن تلاقيها في أي مكان في الكرة الأرضية، مش بس في دولة الإمارات ولا في دول العرب، في أي مكان في العالم، إنه ناس بتتصل وبتكون عندك كيوب التليفون عشان بدهم يتبرعوا لهذا المريض لعملية الزراعة. جزاك الله خير دكتور، ونحن شاكرين لكم الجهود الكبيرة اللي انتم تقدموها. بس أنا آخر حاجة بدي أحب أقول لك إنه إحنا مركز ثلاسيميا حاصل على اعترافات دولية كاملة إنه أفضل مركز في العالم، والحمد لله إحنا قمنا وغطينا كل الأشياء هذه. ما يحتاج تقول لي، هذا واضح دكتور، ومجهوداتكم كبيرة جدا. أكيد. يعني مسألة إن علاج أو العلاج يعني أو توفير زراعة النخاع العظمي مباشرة لأي مواطن، وغير عملية مكلفة وغير مواطن طبعا، والوافدين مواطن بعد كذلك موجود لهم العلاج، وغير مواطن بتوفر له العلاج. جزاكم الله خير، مشكورين. هذه أخبار تونس، هذه أخبار يعني تخليك دكتورة تفتخرين بالبلد اللي أنت عايشة فيه أصلا. أكيد، سواء كنت مواطنة ولا وافدة. بالضبط. أكيد. فعموما بقرا بس كم مسج اذا تسمح لي. انت كيفك يعني؟ زين. السلام عليكم. عندما اختلف مع زوجتي اكون متوتر والنوم ما يجي في الليل وكثير التثاؤب، يجيني تفكير اطلقها، فهل هذا مرض نفسي؟ اي نعم، هذا مرض نفسي. وما هو ليش تختلف مع زوجتك قبل النوم؟ شو العلاج يا جماعه؟ والي يقول مش مرض نفسي. هذا مرض نفسي. ليش تختلف مع زوجتك يا جماعه؟ ما يستوي نرقد واحنا زعلانين من بعض، لا تصالحوا، ابتدي السلام، يبلها قلاص شاي، هي تجيب لك قلاص ماي، صدقوني. وين هذا؟ ليش هو مختلف معاها؟ بترقد يبلها قلاص شاي ليش؟ ما يسرون يسولفون. بس هالافكار السوداء ما نبغاها في عقولكم قبل ما تناموا، ترى الشيطان يوسوسكم وانت نايم، وتنشوا صبح عندك نية مو زينة. هي اللي توتره قبل لا يرقد. شوف، لا تطلقها أكيد. هو دور توتر. لا تطلقها أكيد. العلاج بسيط جدا. تفاهموا قبل ما تنامون. ما يسوي إنسان ينام هو زعلان مو زين. قبل لا ترقد. ما يسهر. يبلا شاينا، يبلا بابونا جنزين. إنزين. شاينا أنا زين. بابونا. يا عشان تهدد النفوس. إنزين. عموما أطلع فاصل، بعد الفاصل نتواصل. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي عبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. ليش محتشرة دكتورة في أنا؟ الفاصل كله محتشرة على الرجال ليش؟ لا لأن نيته مو زينة. شو فكرة طلقت شيء وطلاق لعبة؟ لما اختلف لا، خلاف بسيط، سوء تفاهم، وبالعادة ترى يكون سوء فهم، هو فاهمها غلط. الحرمة دائما على حق. قال يعني أنا أكون متوتر والنوم ما يجيني في الليل، والثاوب وايد، هو قلة النوم، تفكير أطلقها، تفكير يعني عادي يقول وائل. هو قلة النوم وهو دائما زوج عليها. يا الله حليناها يعني. لا يجيب لها قلاص بابونا جوت تنحل الأمور. السلام عليكم ورحمة الله. حبيت أعرف اسم الدكتور مستضاف عندكم مركز الثلاسيميا، لأن حابة أسأل عن شيء سمعته من زمان توفر في المركز عن تبني مريض بالثلاسيميا بالتبرع 3 مرات في السنة، وشكرا أم مريم. دكتور عصام ظهير، وعندك أي استفسار اتصلي على 800-342 800-342 بيردون عليك وبيوصلونك وين ما تبغين. طيب موضوعنا القادم دكتورة، بدل ما تصورين اقري يودي يلا. حققت إدارة خدمات الصيدلة بهيئة الصحة بدبي نجاحا كبيرا في رفع مستوى الوعي الصحي بالتخلص الآمن من الأدوية خلال مبادرتها المستمرة الدواء سلامة وعطاء، اللي تستهدف المرضى وذويهم بشكل عام. بنتعرف على هالمبادرة، معانا في الاستوديو الدكتور علي السيد مدير إدارة خدمات الصيدلة بهيئة الصحة بدبي. صباحك ورد دكتور. صباح النور دكتور، نورتنا في الاستوديو. وجودكم انت اخ محمود الله يسلم. دكتور، كنا قبل الفقرة هذه يعني كنا نتكلم عن مريض الثلاسيميا يوفر له العلاج والدواء مجانا. نعم. مرض الثلاسيميا طبعا على رأس القائمة في الهيئة.
واحنا وفرنا لهم طبعا الادويه احدث الادويه. طبعا يمكن المريضه اللي تكلمت قالت احنا نعطيهم الابر والبامبس والاشياء هذه ديسفيرال. طبعا بعدها طلعت الحبوب ديفيربون والثاني, وبعدين بعد طلع يعني الشيء الاجدد من الحبوب نفسها. نعم. زين اللي هي طبعا ما فيها له اثار جانبيه, وبدا المرضى يعني ياخذونها. فاعتمدت يعني التلسيميا يوضع على الفاست تراك الخط السريع, ما ينتظر مثلا لجنه, ما ينتظر لا, يتم ايجاد الدواء مباشرة. وبعدين تؤخذ الاجراءات الثانيه. فمرضى التلسيميا دائما يعطون الاولويه في العلاجات, وطبعا احدث العلاجات لهم. نعم. والحمد لله وفي تعاون بيننا وبين المركز. ممتاز. دكتور نرجع لمبادره دواء سلامه وعطاء, تعطينا فكره عامه عن هالمبادره. المبادره هاي دكتور طبعا بدت 2012. نعم. وكانت طبعا اول مكان طبعا تم الاعلان فيه في مستشفى راشد, وبعدين اتجهنا للمستشفيات الثانيه في هيئه الصحه وبدينا نعلن عن المبادره. وشوي شوي بدت طبعا جمع الادويه عن طريق الصيدليات للهيئه, هي تستلم والصيدلي يقوم مقارن بين الادويه, يشوف الادويه التالفه والادويه اللي هي صالحه للاستخدام. نعم. وبدنا نتعامل مع الهلال الاحمر الاماراتي ونعطيهم الادويه, والحمد لله اعطيناهم يعني ادويه مبالغ حوالي 10 مليون درهم ما شاء الله. ممتاز. على عده مراحل. نعم. وطبعا بدنا اتلاف الادويه اللي هي منتهيه الصلاحيه, والحمد لله يعني هي عملت لها طبعا ضجه في حيث انها حمايه البيئه, حمايه الاسره, حمايه البيوت, زائد انها كانت اعطاء ومساعده للناس المحتاجين عن طريق الجمعيه المعترف فيها هي الهلال الاحمر الاماراتي. يعني شيء رسمي ويعني مدروس, حتى الاتلاف يكون يعني اتلاف سليم عن طريق التعاون مع المختصين في البلديه, بلديه دبي لهم هم عندهم هم متخصصين في اتلاف الاشياء هاي. الهيئه تم عهد تلف معهم, هذا الجزء الاولاني. الجزء الثاني انه طبعا بدات تنتشر الحمله, احنا الصيدليات بشكل يومي يبلغون هذا المرضى, وعندهم بوشرات محطوطه, عندهم بوسترات, ويبلغون طبعا الناس اللي يجوا العملاء اي شيء مثلا عندهم ادويه منتهيه الصلاحيه, عندهم ادويه ما محتاجينها يرجعونها للصيدليه. نعم. ففي يعني من بشكل يومي الصيادله هم يقومون بالتثقيف للمجتمع للمرضى الداخل. لكن احنا بالاضافه الى هذا قمنا بحملات, والحمد لله قمنا بحمله ناجحه مع هيئه الطرق والمواصلات, والحين بطلب حتى من المحاكم والقيادة العامه طالبين منا نحن نقوم لهم الحمله, وان شاء الله بالتعاون مع يعني ادارات المختصه في هيئه الصحه طبعا ان شاء الله بنقوم بحملات في الهيئات الحكوميه في يعني ان شاء الله في الشهر هذا القادم, ونبلغهم او نثقف الناس ونعلمهم بالحمله هاي, زائد يعني في ايضا بنتجه الى المولات والاماكن اللي هي فيها تجمع سكاني. ممتاز. وبحيث انه يكون تعميم او يعني زياده توعيه للمجتمع بهذه الحمله, وما زلنا طبعا احنا هنا متوجهين حتى ان شاء الله بنتوجه الى اكثر من هذا ان شاء الله في المستقبل الى القطاع الخاص ايضا. جميل دكتور, يعني اي دواء زايد عندي سواء انتهت صلاحيته ولا ما زال صالح للاستخدام ممكن اني انا اخذه اي عياده او اي مركز صحي عفوا او اي مستشفى تابع لهيئه الصحه وانتم تعيدون تدويره. صحيح. اي دواء, لان حتى من الحمله من اسمها سلامه وعطاء. نعم. احنا هدفنا مش بس نجمع ادويه ونعطيها الناس محتاجه. بالضبط. هدفنا نجمع ادويه صحيح ونعطيها الناس محتاجه, لان في ادويه فائضه عن الاستخدام, او مثلا الدكتور كان وقفها عن الاستخدام. صحيح. او اي حاله من حالات لم تستدعي استخدام دواء معين لها. نعم. هذا شيء واحد. فاحنا هاي فائضة وبتنتهي عند الشخص هذا, فيفضل ان يستخدمها الناس محتاجينها. لكن بس مو هدفها بس ان هي تساعد, هدفها ايضا تحمي المجتمع. بالضبط. تحمي بيئة. لو كان في ادوية موجودة في البيت اول ناس مستهدفين هم الاطفال. صحيح. الاطفال ممكن يعني ياخذ الطفل, هذا واحد. شيء ثاني
ممكن بالخطأ نفس الشخص أو أشخاص يستخدموا أدوية منتهية الصلاحية أو صح. أو ما لها مفعول. هذه نصادفها نحن مشكلة يعني. أنا أقول لك إياها من الواحد إذا يأخذ الحبوب مثلا يطلعها برا العلبة ويرمي العلبة برا, الحبوب هذه ما عليها تاريخ انتهاء. انتهاء صحيح. فهذه مشكلة بالضبط صح. ويبدأ يأخذها ويبدأ يأخذها. يمكن بعض الحبوب تحول إلى سموم, فممكن صحيح. تعطي مفعول يعني بعض الحبوب ممكن ما تحول سموم بس تكون غير فعالة. إذا هو يأخذ شيء وما ينفع ما ينفع وما أعرف نفسه. نعم, حتى مرة قريت خبر عن تخلص عن أدوية تكرم دكتور في حاويات القمامة للحيوانات, تأخذ الحبوب هذه ويصير تسمم أصلا بعد للحيوانات من الحبوب اللي تكون موجودة. والبيئة نفسها مثل نوامها في المجاري حتى البيئة تحت المياه الجوفية, البيئة مثلا تطلع السلال الزرع وهذا كل هاي تأثير. أحد الأشياء مثلا ممكن مضادات صحيح. وهاي المضادات تذهب من مثل الزراعة. احنا لما ناخذ الزراعة هذه يصيب نحن مناعة للبكتيريا هاي صح. يعني لأن المضادات تكون بشكل بسيط جدا فما تأثر ما تقتل البكتيريا. ففي أشياء طبعا في أشياء كثيرة في هي خطر على البيئة على المجتمع على الأسرة بالضبط. احنا نحافظ هاي. فهي إذن هي مش بس سعادة, هي أيضا أمان. لهذه أنسب طريقة للمحافظة على هذه الأدوية دكتور لأطول فترة؟ أدوية تختلف خصوصا عندهم أدوية وايدة في البيت. كم نوع عندنا؟ يعني شراب عندنا حبوب أيوة. شو بعد عندنا؟ إبر الإنسولين. إبر مثلا إبر الإنسولين لو وضعتها في الثلاجة وخليتها لمدة معينة, في نوعين, في شركتين مختلفتين, شركة تقول 42 يوم وشركة تقول شهر. لو تمت خارج الثلاجة شهر انتهت صلاحيتها. خارج الثلاجة؟ إيه خارج الثلاجة. أوكي. فلازم تكون في الثلاجة. لكن بعض الأدوية مثلا أنت تحطها بعد في الثلاجة مثلا هي مثلا يسمونها فيلم كوتد او شجر كوتد او انتر كوتد, هاي تتاثر بالبروده بعد يعني تختبر بالثلاجه. فما لازم تحفظ الثلاجه, تحفظها في مثلا في يسمونها روم تمبرشر اللي هي درجه حراره معتدله. هذا واحد. اثنين, ادويه تتاثر بالاضاءه بالليل بالشمس بالاضاءه. نعم زين. فممكن تختبر عندك ادويه مثل الادرينالين يتأثر بالإضاءة, التوبين تأثر بالإضاءة. بعض الحبوب تتأثر بالإضاءة, الأوغمنتين يتأثر بالإضاءة اللي هو المضاد المنتشر جدا. نعم زين. هكذا تتأثر بالإضاءة. ففي أشياء تتأثر بالإضاءة, في أدوية تأثر بالإضاءة, في أدوية تأثر بالرطوبة. أسبرين ممكن تتحلل بالرطوبة لأنه هو زين يتحول إلى شنو؟ إلى حمض. فخطر على المعدة. فمفروض أول شيء طبعا يجب حفظ الأدوية في المكان. تنويه دائما على الأدوية أن كيف تحفظها دكتور, وحتى الصيدلاني يعطي معلومات للمريض. أيوة. زين, أنا بس سامحوني بقاطعكم لأن في أبو عبد الرحمن من بداية الحلقة نحاول يعني نطلع معانا على الهواء. صبحك الله بالخير أبو عبد الرحمن. صبحك الله بالنور والسرور يا رب إن شاء الله. كيف حالكم؟ طيبين؟ الله يسلمك. تفضل يا سيدي. الله يحفظكم ويخليكم. أنا عندي أول شيء رسالة شكر لعيادة المزهر. نعم, ما شاء الله عليهم من تدخلين العيادة اللي ما تطلعين, كل سواء الموظفين ولا الدكاترة كلهم ما شاء الله عليهم. الله يحفظهم ويخليهم إن شاء الله. بس عندي شوي يعني قسم الأسنان. قسم الأسنان عندهم كل شيء أوكي الحمد لله رب العالمين, بس أن مواعيدهم تتأخر يعني. يعني مثلا أنت شفت اليوم إذا عندك جراحة بسيطة ولا شيء يحولون على مستشفى راشد مثلا يعطون نص الموعد عقب 3 أشهر 4 أشهر يعني وايد. صح كلامك. أنا أعطوني موعد يعني شفت اليوم الحمد لله ودخلت على الدكتور كل شيء, بس أعطوني موعد تصور يعني الحين شهر 4 موعد أعطوني إياه شهر 7 توقع 3 أشهر عشان موعد بجرح بسيط أو بيجلعوا لي شيء. بالضبط صحيح. وايد يعني. طيب أبو عبد الرحمن, ال- 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 الفكرة وين؟ أنا يعني هذا دائما نقول فيه أكثر من جزء للموضوع. بطلع. طيب أبو عبد الرحمن, عندك موضوع ثاني بعد تبغي تطرحه ولا؟ بس هذا أنا بس لأن أنا هم طيب. ما شاء الله عليهم مو مقفلين. مو مشكلة. أنا طيب أنا بأخذ رقمك من 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 ميرا بعد كذلك, وإن شاء الله شو اسمه بنحول الموضوع على الجهة المختصة. لكن أتمنى تسمعني لأن هني أبغي شغلة أوجهها للمجتمع ككل. سامح دكتور شوي ما نطلع برا على الموضوع, ولكن مسألة المواعيد وخاصة مواعيد الأسنان. أولا دكتورة, طبيب الأسنان يحتاج مع المريض أقل شيء 40 دقيقة. أقل شيء 40 دقيقة. نعم. زايد أنه لما يطلع المريض 20 دقيقة تعقيم. بالضبط. تعقيم كامل. بالضبط. زين.
هذا واحد. اثنين المواعيد اللي يحولوكم إياه، أن هذه الفترة الطويلة تعرفون ليش؟ في سبب رئيسي. أيوة. أن الناس يأخذون المواعيد ما يلتزمون فيها، لا يكنسلونها ولا يعيدون جدولتها. يعيدون جدولتها بالضبط. هذه مسألة وايد ضرورية، مو معناته أن 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 مستشفيات حكومية ومراكز صحية حكومية يعني أنت صار تعالج ببلاش أنك أنت ما تلتزم بالموعد. أي أيوة والله هاي نقطة وايد مهمة محمود، نعاني يوم بسير الخاص بتدفع بيزات بتلتزم. بالضبط صح، ويتصل ويتعنى ويكنسل، ولكن عندنا حتى في العيادات التخصصية ما يكنسلوا ما يتصلون يعتذرون، بالتالي الطبيب يكون عنده 10 سلوتات يقولك بس 5 موجودين، 5 الباجين ما يو، فراحت المواعيد على الناس الباجية. إنزين، بس مع ذلك لازم الهيئة بعد توفر مجموعة من الحلول في هذا الموضوع. نعم. طيب أنا 3 دقائق ناخذ مداخلة دكتور، شو تسمح لنا ولا؟ إيه حمدة تفضلي. السلام عليكم. يا هلا حمدة. وين أنت من زمان ما سمعنا صوتك؟ وين يوم الخميس قاعد يمكن ماكلين الأسد ولا ماكلين النمر ما أدري شو. هاي تفاول علي. الحين يوم أنا أمك جاية كنت من العلبة سمعت الصوت قلت ما شاء الله بالبركة بالبكارة علينا ما شاء الله. الله يسلمك. أول عمرك يا ربي والحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. وش أخبارك أنت يا دكتورة؟ الحمد لله محمد بخير. وشو دعاية للتوين على اسم دبي وعلى دبي؟ أي دعاية؟ مال الأطفال. اللي سووا مال سكر ما ادري مال شو مال رياضه وهذا تطلعين شويه فلوس عنده فلوس الحين تيمع تيمع اعلانات صح 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 وانا صح سعاده بس حاله خير الله يسلمك. الدكتور اللي عندكم دكتور علي السيد مدير اداره الصيدله علي السيد طول عمري يعطيك الصحه والعافيه وشوفك ابيش طيب طول عماركم عليكم حبايبي الله يرضى عليكم دامر عليك ظالم حبيبتي. انا اخذ حبه مالت انا مسوي عمليه صدر نعم ثدي زين ويعطوني حبة نعم. واحدة هاي مالت عقرتهم الوقاية نعم. ومعاها الكالسيوم نعم. زين أنا حجرتي دائما باردة، هل هذا عادي عندي في الحجرة ولا أروح أحطها بالثلاجة ويوم ما أستخدمها أرد أطلعها وأحطها؟ سؤال واضح دكتور إن شاء الله تسمعين الجواب. هذا إني أبا ليش أبا حين جواب لأن يوم كان نازل البريد زين تفضل ما عندي استماع الحمد يعني يحق لها ما لا يحق لغيرها تفضل دكتور. الدواء طالما إنه هو في مكان مكيف نعم درجة حرارته 21-22 درجة مئوية أقل من 25 هذا الدواء التي تأخذينه ما في داعي تحطينه في الثلاجة. أيوة. أنا مكان المكيف طال عمرك 18 بروت تمام بالله واحد ما شاء الله مو زين مفاصلة شمي لا ما علي الساعة ترى أنا أقول لك أمي حمدة ترى صبري أنا برد عليها لحظة أمي حمدة ترى تمشي وتسير وترد وما شاء الله عليها يعني لا أمك أنا أروح العزبة أخذ العزبة هي يعني بقول أنا في العزبة أمشي حتى بلي نعاد عزك الله عز الله المستمعين. ترومين انت تسوين واكرف وفي البيت بعد نفس الشيء اكرف ما عندي خدام ولا عندي طباخ ولا عندي دريول ما شاء الله عليك بروحي مخلص اخلص امي لكن انا مشكلتي لان بعد مكيف انا روحي ما احبه مكيف حبيبتي اشغل الساعة 8 لين 11 وبنده أرقد بلا يمكيف على مروحة أنا ما أحب غير المروحة زين أمي حمدة عادة مرة ما سوي صداع. بقاطعك بالخير عادة سامحيني لأن هذا حاط صبعة في عيني يقول لي باجي دقيقة زين إن شاء الله حبيبي المكيف طبعا المكيف يكفي ما في داعي تحطيني في الثلاجة شكرا لك شكرا واتصلي فينا عادة شوي مبكر مرة ثانية هي. راحت هي. على طول دكتور قبل لا نختم كلمة أخيرة عاد سامحنا المكالمات لأن البرنامج دائما نخليه للجمهور أكثر يعني اسمح طبعا الحمد لله إن شاء الله إحنا ماشي في يعني هذا في نشر الوعي الصحي أو هذا للمجتمع بس إضافة شيء واحد إن إدارة الصيدلة طلعت كتيب اللي هو يسمونه أنتي مايكروبال جايد لاينز اللي هو إرشادات استخدام المضادات الحيوية نعم. وإن شاء الله هذا طبعا اعتمد معالي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة والاستخدام في هيئة الصحة مستشفيها الصحة والقطاع الخاص بالتعاون مع التنظيم الصحي وإدارة الفندنج جميل لحن ما ننتظر نسخة من هذا الكتيب دكتور في أقرب فرصة إن شاء الله نحن شاكرين لكم هذه الجهود اللي تقدمونها ضمن حملة الدواء سلامة وعطاء دكتور علي سيد مدير إدارة الصيدلة في هيئة الصحة بدبي شاكرين لك شكرا لك دكتورة ندى الملة عفوا تفاولين علي ها
زين شكرا لك يا ميرا الغفري، كانت معنا في التنسيق، وكل الشكر لمخرجنا المبدع دائما والقواسمة. هذه تحياتي، محدثكم محمود يوسف العلي، وحتى نلقاكم في الغد نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.